سيب السماعة. لا مش هديها. بقول لك سيبي. الله موتني. بقول لك اتهني. بقول لك سيبي. الله موتني. بقول لك اتهني. اوعي سيب السماعة. لا مش هديها. بقول لك سيبي. الله موتني. بقول لك اتهني. لكن مش هسيبك تكلمها ابدا. بقول لك انت جايبني هنا عشان تهزقني. انت انسان ما عندكش ضمير. ببساطة كده انت فاكر ايه؟ ده احنا ورانا رجالة وحواريلك النجوم في عز الضهر. خلاص يابا يلا بينا نمشي من هنا. نمشي؟ لا والله مش قبل ما افرج عليك يا اخويا اللي قاسه واللي ما يسواش. ياما كفاية يلا بينا نمشي من هنا. تعالي نجيب هدومنا من فوق. نجوان 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 خلاص يا نجوان انا بقيت حر واتخلصت من اكبر مشكله في حياتي. طلعت نعمات. طلعت نعمات حقيقي؟ الف مبروك يا ممدوح. المهم تاخد بالك من نفسك ومستقبلك، ما تكررش الغلطة دي تاني. وده معقول يا نجوان؟ طيب ما هو عشان كده انا بكلمك. ايوه ألفت لازم تصالحيني عليه. ايوه كان المفروض من الاول انها تكون شريكة حياتي، لكن اللي حصل ده بقى قدري. انت مش قادرة تفهميني يا نجوان. طيب اديني ألفت اكلمها. ألفت زعلانة منك طبعا، لان الغلطه اللي انت عملتها مش ممكن حد يغفرها لك ابدا. ايه ما تقدرش تستغنى عنها؟ يا سلام، وما كنتش عارف ده من الاول ليه؟ غلطت وندمان؟ طيب على العموم انا هكلمها لك، طبعا مش عارفه ردها هيكون ايه. طيب يا ممدوح اقفل السكه دلوقتي، وبعد نص ساعه انا هطلب. مع السلامة. أظن بقى أنت سمعتي المكالمة، الراجل غلطان وحاسس بخطأه وما يقدرش يعمل أكتر من كده. أنا لا يمكن أسامحه أبدا. يا ساتر يا رب. يا ست إحنا بشر ومفيش حد معصوم من الخطأ. الغلطة اللي عملها ممدوح مش ممكن حد يغفرها له أبدا. أنت عايزة إيه تاني؟ أنت هيطلق مراته عشان خاطري. عشان خاطري؟ أيوة، ممدوح بيحبك يا ألفة، ما يقدرش يستغنى عنك ابدا. ما تتصوريش شكل ممدوح ايه دلوقتي. ممدوح بقى يائس من الحياه وحاسس ان هو السبب في موت ابوه. ألفت احنا مش عايزين كلنا نكون قاسين عليه بالشكل ده. يلا يلا كلميه. طب بلاش تكلميه يا ستي، عزيه على الاقل عشان طلق مراته بسبب. يا ألفت ممدوح اتورط في الجوازة دي صدقين. يلا 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 تعالي كلميه. يلا ألو، اديني فيلا حيدر. ألو ألفت، ايه الاخبار؟ ها؟ طيب اديها لي. حرمت. طيب حرمت بس اديها لي. ها؟ ألفت انا اسف
وهفضل طول عمري آسف، وأول ما أشوفك هقول لك آسف. اشتميه، اديله فوق دماغه عشان يحرم. الله، زار احنا حنينا يا بنت. اتقال شوية، اسكتي. اسكت؟ اسكت ازاي؟ وما كلمتش معاكي. طيب هتكلم مع مين؟ ألفت، ألفت، ده انت عينيا اللي هشوف بيها صح. ألفت، انا بتألم يا ألفت، انا في محنة. انت اللي هتخفف عني هموم الدنيا. ايوه يا ألفت، ايوه ايوه يا ألفت. يا ألفت هاني ما تصدقيهوش، يا ألفت هاني ما تصدقيهوش. ما تبنيش سعادتك على الام الناس. ارجوك يا ألفت هاني تسيبي جوزي، بلاش عشان خاطري، عشان خاطر طفل رضيع مالوش ذنب. سيبك. يا ألفت. ايه مال؟ ايه اللي حصل؟ ما كنا كويسين. كفايه لعب بعواطف الناس. الله، ايه الكلام اللي بتقولي ده يا ألفت؟ اخوك يا ست هانم بيمثل عليا، ومراته بتتهمني بخطف جوزها. ممدوح مش ممكن يكون بيمثل عليه، ممدوح بيحب، وانت عارفه ان هو اتورط في جوازه من نعمات. نجوان ارجوكي ما تدافعيش عنه، كفايه الكلام اللي سمعته بسببك في التليفون. يا ست ألفت، يا ست ألفت، نجوان هانم ما تقصدش حاجه غير انها تصالحكوا على بعض. دسي ممدوح مظلوم، دول ناس مش من مستواه، ولو حب يتجوز كان يتجوز جوازه من احسن عائلات مصر. انت كمان يا دادا هتدافعي عنه؟ ما كفايه نجوان. عشان اثبت لك ان سي ممدوح مظلوم. لا تثبتي لي ولا اثبت لك، كفايه اللي سمعته. سي ممدوح قبل ما يطلقها كان هربان منها وقاعد معانا في العزبه، ويا عيني كان حاسس انه غلطان وما يعرفش يتصرف ازاي. ولما غاب عنها راحت وراه العزبة علشان تحرجه قصاد ابوه، وحصل اللي حصل. البه الكبير راح فيها ومات يا حسرة اول ما شافها. هما فين؟ انا عايزة اشوف حد هنا. هما فين؟ ايه ده؟ في ايه؟ يرضيك يا ست هانم، يرمي ضناه بالشكل ده؟ ذنبها ايه نعمات يعمل فيها كده؟ ولا يعنيك مننا غلابة؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ عاوز ايه مننا؟ خلاص اخويا طلق بنتك. هو ما طلقنيش الا بسبب ألفت، هي اللي خطفته مني. اسكتي انت بس يا نعمات، اسكتي. ست ألفت ما يخلصهاش ابدا اللي حصل ده. عايز يتجوز بدل الواحدة اتنين؟ ارجوكي ما تتكلميش على اخويا بالشكل ده، كفاية انكم كنت السبب في موت بابا. احنا السبب برضو يا ست هانم؟ عايزين ترموا بنات الناس من غير ولا مليل؟ لا يا ست هانم، ولاد الناس ما هماش لعبة. فعلا بنات الناس مش لعبة يا ست هانم. انتوا اصطدتوا اخويا من غير ما تعرفوا ان ليه اهل وعيلة، وجوزتوه بنتكم من غير ما ترعوا برضو ان ليه اهل وعيلة. كان المفروض تعرفونا بالجوازة دي. يا ست ألفت، ممدوح رفض. مالكيش دعوة بألفت، ألفت ملهاش اي ذنب في اللي حصل. وعلى العموم اخويا طلق بنتك وخلاص، مش ممكن يرجع في قراره ده ابدا. هي فوضى. القرار اللي اتخذه ممدوح مفيش اي حد من العيلة اثر عليه فيه، وعشان كده اتفضلي مالكيش حاجة عندنا بقى كده. على العموم انا كنت عاملة حسابي لليوم ده. ابقي قولي لاخوك يا اختي قابلني في المحكمة ويحضر 5000 جنيه مؤخر الصداق، ده غير النفقة اللي لا يمكن هتقل عن 200 جنيه في الشهر. ما هي وزير. هو مش كان عايز يا اختي يطلع وزير؟ يلا يا نعمات، ده انا همرمط بيه الارض. وانت يا ست ألفت ابقي وريني كده هتاخدي ايه من ممدوح بعد اللي انا هاخده منه. انا هورثه بالحياة. يلا يا بيه برا. شايفه يا ألفت؟ سمعتي بنفسك؟ دول ناس بيستغلوا اخويا، طمعانين في فلوسه. دول لو ناس اصلا صحيح ما كانوش عملوا فيه كده. ممدوح اخويا، ممدوح اخويا مظلوم يا ألفت، ضحيه. ممدوح اخويا ضحيه. انت
قادرة أصدق ده. مش عارفة إيه اللي حصل لنا ده. مش كفاية هما السبب في موت بابا. هيحصل إيه أكتر من كده؟ هيحصل إيه أكتر من كده؟ مصدقاكي يا نجوان، مصدقاكي. يا باي يا باي يا ممدوح باي. ايه 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 عايز انت؟ المعلم اجراس يا باي مستني بره من ساعه المدام، من ساعه الخناقه. طيب خلاص خلاص خلاص. ها خليه يدخل. حاضر يا باي. استنى. نعم يا باي. هو عايز ايه؟ عاوز يخش لحضرتك. انا منعته طبعا عشان خاطر حضرتك بتخانق مع المدام والمدام. طيب بلاش رغي. خلاص خلاص انا مش فايق. إيه؟ مش فايق لك. بعدين بعدين بعدين. مش عايز اشوف حد، مش عايز اي ازعاج خالص، فاهم؟ حاضر يا ممدوح بيه. اسمع. نعم يا بيه. الست اللي كانت هنا من شوية، المدام بتاعت الله. قطعنيش. الست اللي كانت هنا من شوية يا بيه، هي امها مش عايزة تدخل هنا تاني، فاهم؟ فاهم طبعا. الا فاهم طبعا. فاهم. ده اسمه كلام بقى بعد الاستنزار ده كله مش عايز يقابلني؟ قال ما تروق دمك يا معال، ما انت شفت بنفسك المشاكل قد ايه ياما اليومين دول، وكلها فوق دماغ البيه. على العموم انا جيت لحد عنده وهو حر بقى، هو اللي رفس النعمه برجليه. وانت عارف العيشه اليومين دول ناشفه قوي. ما انا عارف انها ناشفه، امال انا جيت ليه؟ على العموم انت عارف مطرحي، لو البيه بتاعك بقى بيدور على مصلحته بقى تعالى قول لي. بقول لك ايه، ما تسيب لنا العلوان. القهوة. ما تسيب الولد وتقومي تستريحي شوية، ده انت معادك مع المحامي قدام باب المحكمة الصبح بدري. محكمة ليه تاني يوم؟ هو بكرة فيه جلسة؟ ده انا لسه راجعة الوقتي من عند الأستاذ المحامي واتفقت معاه على إجراءات الحبس. حبس؟ حبس ايه؟ احنا مش اتفقنا على كده؟ ايوة بس احنا هنرجع نحن تاني ولا ايه؟ ما تنسيش ياما ان ابو ابني برضه. نعم يا اختي، بقى بعد البهدله دي كلها عايزانا نسيبه؟ عايزانا نسكت على حقنا؟ دول 5000 جنيه يا ابن عماره. هو انت كل كلامك على الفلوس ياما؟ امال عايزانا اتكلم في ايه؟ في غراميات سي ممدوح به بتاعك؟ اسمعي، القانون بيقول فيه يا الدفعيه الحبس، وهو ما دفعش يبقى يتحبس. وحنستفاد ايه لما نحبسه؟ احنا كل اللي يهمنا حقنا وبس. وحقنا هيروح فين لما نحبسه؟ نحبسه وناخد حقنا برضه. يمكن لما نتفاهم معاه بالذوق يفكر انه يردني. نعم يا اختي يردك؟ ده ما صدق يخلص منك يا عبيطة، تلاقيه دلوقتي قاعد مشغول مع مقصوفة الرقبة. نجوان نجوان، خلينا اشوف ألفت. انا لا عارف ادرس ولا عارف انام. انا حجان حجان. سعاده البيه، سعاده البيه، الدوده كانت القوط. ودواته يا اخي. يا سعاده البيه بقول لك الدوده كانت القوط. بتقول ايه؟ الدودة كلت القطن. طيب يا نجوان عن اذنك دلوقتي، ها؟ اصل الدودة كلت القطن. ايوه ايوه بعدين هكلمك. بعدين. طيب ما تروحوا تموتوا الدودة ولا عايزيني اروح اموتها معاكم؟
يا سعاده البيه، من زمان وانا اقول لك الدوده ماسكه في القطن، الدوده ماسكه في القطن، تقول لي مش وقته مش وقته لما القطن راح. طيب اسمع. نعم. اسمع. نعم. لموا كل الانفار اللي في البلد وروحوا بوتوا الدوده. طب والفلوس؟ بعدين. بعدين. المهم تموتوا الدوده الاول. يا سعادة البيه اللي ولا كلمة. بعدين. بعدين. كل حاجة وبعدين. 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 طب وبعدين. الدودة. الدودة. الدود. الدود بياكل البني ادمين، مش هياكل القطن. الانسان بياكل اخوه الانسان، تبقى الدوده مش هتاكل القطن. يا سعاده البيت، الدوده كانت القطن والقط ما جابش غير 500 جنيه بس. بس ايه؟ من 5000 جنيه ل 500 جنيه؟ مش ممكن. ما هو يا سعاده البيه لو كنا نقينا الدوده ما كانش اللحوص الحوص. طب وبعدين؟ هنتصرف ازاي؟ ده حتى ما جابش مصاريفه. ما فيش غير حل واحد يا بيه. ايه هو؟ المعلم هجراس يا بيه. المعلم هجراس ممكن يعوضنا عن خسايرنا في البورص. ويمكن تضرب معاك يمكن. بورصه؟ البورصه؟ ممكن تضرب معايا؟ ممكن؟ ليه؟ ليه لا؟ اسمع. نعم بيه. نديل هجرس بسرعة. جاهز يا سعادة البيه. بتقول ايه؟ انا عامل حساب يا سعادة البيه. طيب ناديهولي بسرعة. حضر يا بسرعة. السلام عليكم يا سعادة البيه. اهلا يا معلم. اتفضل. معليش يا سعادة البيه، انا ما قدرتش اقابلك المره اللي فاتت لاني كنت تعبان شويه، لكن اول ما جالي يوسف افندي وقال لي ممدوح بيه عايزك رحت جاي فورا. ده رغم ايه كانت في ايدي بيه عنما ايه مواشي مش سمينه. طيب اختصر اختصر. شوف يا بيه، من غير لف ولا دوران انا جاي عشان اساعدك. نعم. ما انا عارف كل حاجه. عارف كل حاجة. الديون والمشاكل اللي سعادتك واقع فيها. ديون؟ مراد افندي. مراد؟ وايه علاقة مراد بالكلام ده؟ اصل احنا بقى كنا شغالين سوا، انما كل واحد راح لحاله. انا قلت ايه؟ اروح للبهوات اللي بحقه حقيقي. البهوات اللي محتاجة المساعدة. بقى كده الحكاية. تمام. محسوبك بقى خبير في البورصة. جربني. جربني يا بيه وانا سدد لك كل ديونك وحل لك كل مشاكلك. ده عمر بحاله في السوق يا بيه. طيب. طيب. انا هجربك يا معلم. وهشوف. شراء لا يا مسو ماكس. طبعا لا، انت تبيع. بيع كل اللي عندك فورا. طبعا. من 42 ريال ل 58 يعني 16000 جنيه مكسب. مش بطلين طبعا. لا لا لا، سيبك من الاسهم والسندات دلوقتي يا سيدي، هفهمك بعدين. أوروفوار.
المهم الفلوس. الفلوس هي اللي تخلق لك الأصل. اللي عنده فلوس محدش بيسأل عن أصله إيه. المهم يكون عندك فلوس. نجوان مساء الخير يا ألف. أهلا يا أبي. مساء الخير يا نجوان. أهلا يا رأس. كويس إن لحقت الشاي. وتفضلي حضرتك. ايه ده؟ نصيبك محصول الارض. متشكره قوي يا رافت. ايه ده يا ابي؟ ماشي بالفلوس كده في ايدك؟ هو يعني كنت ماشي بيهم في الشارع ما كانوا معايا في العربيه. رافت ممدوح باع المحصول بتاعه؟ ما افتكرش. الدودة اكلت المحصول كله. يا خبر. حظه كده بقى، ملوش في الزراعه. الا قول لي يا ابي ناوي تسافر مصر امتى؟ قريب ان شاء الله. عايزه حاجه؟ ايوه، الوان وقماش تيل ارسم عليه. ايه يا ألفت، المخزن اتملى لوح. بتسلى. اعمل ايه؟ اكتبي كل حاجه عاوزاها وانا اجيبها لك معايا. رافه بقول لك ايه، المبلغ ده مش احسن نشيله في البنك؟ احسن طبعا. بكره الصبح اديكي طنطا تودعي بنفسك ونرجع. هو لازم اروح بنفسي؟ لا مش لازم طبعا. امال ليه بتقول كده؟ اصل دي حاجه تخصك وانت عودتيني انك تعملي كل حاجه تخصك بنفسك. افتكرتك هتقولي انك انت تحط بنفسك في البنك وتوفر عليا مشوار طنطا ده. انا شخصيا مستعد. انا عندي فكره. تروحوا انتوا الاثنين سوا، منكم تحطوا المبلغ في البنك ومنكم تغيروا مناظر ومنكم. البصه دي وراها حاجه يا ألفت؟ لا ابدا. ايه مالك سكتي ليه؟ كملي. انا بقول يعني لما تلاقي نفسك في طنطا يمكن تفتكري تروحي مشوار تاني. مشوار تاني ايه اللي هروح؟ مشوار مهم لو رحتيها يسعدنا كلنا ويخلي البيت فيه مولود جميل صغنون يخلي لحياتنا طعم جديد. هي انا كمان نسافر سوا اللي تشوف. طيب عندي حسابات حاجه. ها قول، انت لسه زعلانه من ممدوح؟ انا عارفه ان ممدوح كان ضحيه لكن مش قادره انسى اللي حصل. ألفت انا مش عايزه اثر عليكي بالكلام ده لكن ممدوح اخويا صعبان عليا قوي رغم كل عمايله دي. انا كل ما افكر في البنت دي وامها والطفل اللي ملوش ذنب. نجوان ارجوكي ما تفكرينيش، انا عايزه انسى. المحامي بعد يوم ولا اتنين هيبعت واحد من طرفه مع المحضر والعسكري على العزب عشان يقبضوا عليه. والله معاه دفع، ما معاهوش هيتحبس وتتضحكته في المزاد. والنفق اللي اتجمدت بعد الحكم الاولاني المحامي بيقول نستنى عليه شويه لما المبلغ يبقى كبير قوي وما يقدرش يدفعه نحبسه تاني. شغلنا ما كانت لناش على بال، عشتنا اصبحت محاكم ومحاميين ومحضرين. كان مستخبلنا فين ده كله؟ واحنا يا اختي تعبانين في ايه؟ يما ندور على مصالحنا بدل ما نضيع وقت في تعب القلب ده. واللي بعمله ده مش مصلحه برضه؟ ثم انت كمان لازم تشوفي نفسك شويه. ازاي؟ ام احمد الخطبه كانت عندي وبتقول عندها حته عريس لقطه. وانا كنت قلت لك عايزه اتجوز، ما كفايه اللي حصل. هما يا بنتي كل الرجاله زي بعضها. زي بعض مش زي بعض، انا مش هتجوز. يا بنتي ده انت لسه صغيره، حرام تضيعي شبابك هدر. انا حيشت العمري عشان حاجتين ما فيش غير اربي ابني ورب ابوه. وراح فين يا بيه؟ يا سعاده البيه، يا ممدوح بيه، هو راح فين يا اخوي ممدوح بيه؟ يا بيه ما تزعقش، ما تخافش، ما حدش سامعنا. مشوا
ايه امال ايه؟ والعسكري مشي معاهم؟ ايوه سكت عليهم باب الجيار وتكلوا على الله ومشوا كلهم. وقلت لهم ايه؟ وقلت لهم البيه مسافر. مسافر فين؟ الله اعلم. طيب خدوا بعضهم كده فتشوا في الاوض ومعاهم ورق كده قعدوا يكتبوا كلام كده يكتبوا وبعدين خدوا بعضهم ومشوا كلهم. طيب من هنا ورايح تخلي بوابه الجنينه مقفوله بالسلسله. حاضر يا بيه. ولو جم تاني تضرب جرس البوابه ها علشان الحق استخبى. ها طيب وفر داني مش موجود؟ لا من هنا ورايح لازم تبقى موجود هنا. امرك يا بيه. والله عال وصلت الحكايه للحبس. طب والعامل؟ اسمع انده لي هجراسي بسرعه. تاجر واحد نزل النهارده في السوق 100,000 انطار، ضرب السوق وخلي سعر انطار القطن ينزل 5 ريال. ولا يهمك ولا يهمك. ولا يهمني ولا يهمني ازاي يا بيه؟ اضربهم في 5000 انطار يطلعوا 5000 جنيه. ايه؟ بتقول ايه؟ وانت كنت شاري 5000 انطار؟ طبعا، ما هو انا كل ما اشتري 1000 تقول لي اشتري 1000 كمان لحد ما يبيعوا 5000 وضربنا في البورصه. والحل؟ لازم ندفع للبنك. لما ينزل البورصه 100,000 انطار لازم السعر ينضرب. حظه نحس، اعمل له ايه؟ حد كان يفتكر ان انطار القطن ينزل 5 ريال؟ اسمع يا معلم، انا ما احبش اللعب على الحبلين. قصدك ايه يا مراد بيه؟ انت عارف قصدي كويس. عيب يا مراد بيه، احنا ابتدينا سوا ومش معقول العب من وراك. انت لعبت يا معلم، لعبت، ولما وردت ممدوح جاي تلف عليا انا برضو كده. دي اخرتها برضو تشك فيا. والله عايزني ما اشكش فيك، اثبت لي عكس كده. اطلب وانا تحت امرك، بس شغلني وياك. يوسف يوسف، انا مش قلت لك تجيب لي بتاع المواشي ده من تحت الارض؟ يا ساعه البيت دورت عليه قلبت عليه الدنيا ما لقيتوش وسبت له خبر لما يجي لساعتك وهو ما جاش. طيب وبعدين ايه عملها وهرب؟ هرب؟ طب بعدين طب بعدين طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي؟ لا لا. طيب اسمع اسمع، هات العربيه حالا دلوقتي، انا هنزل مصر حالا. حاضر يا باشا. نعم. بقول لك يا عمتي، الارض مرهونه، عايز فلوس علشان افك الرهنيه. فلوس؟ ايوه. عارفه يا عمتي، انا اكتشفت ان الفلوس دي ملهاش قيمه. ايوه الفلوس دي بتتعس الانسان، بتسبب له التعاسه. المهم الانسان يحقق اماله وطموحه. يا سلام، ايه الفلسفه دي كلها؟ خلاص ضحكت عليا؟ لا انا بعبر عن مشاعري واحاسيسي الداخليه. اسمع، انا ما بقتش اكل من الكلام ده، انا بتعالج. الدكتور قال لي لازم ابعد عن كل زعل وكل انفعالات. ولا عايز تخلص عليا انا اخرى؟ بعد الشر عليك يا عمتي. كفايه، انت الخير والبركه. كفايه اللي عملته فينا، كل المشاكل دي انت سببها. مشاكل؟ ما انا خلاص صلاتها. يا سلام، بكده يعني انتهت المشاكل؟ ارجوك يا عمتي، ارجوك. انا عايز فلوس. فلوس؟ ما عنديش. انا مورود. ما عنديش فلوس. طيب انا لسه بايعه العربيه بتاعتي الاسبوع اللي فات. الدكتور بتاعي نصحني بالمشي، قلت احسن حاجه ان انا ابيعها. ولعلمك انا قررت اسافر بره اتعالج عشان كمان استريح منكم من مشاكلكم كده. وانا اللي كنت معتمد عليك يا عمتي. الله، ايه ده؟ امال عمتي ايه بقى؟ الله، هو انت هتاخد فلوس يا بقاش عمه؟ طيب اعصابي يا عالم. طيب اعصابي. طيب خلاص.
خلاص. انت فين يا معلم والبيع اللي عليك الدنيا مصوب؟ لا انا مفيش ورايا الا انت والبيع بتاعك. انا ورايا اشغال تانية. اشغال تانية؟ طبعا. او انت بينك ما تعرفش مين هو المعلم الكبير هجراسي. طب خش يا اخوي، البيع واصل دلوقتي ومصر عايزك ضروري يا معلم هجراسي. اشغال تانية هلا يلا عيشنا وشوفنا، ما بقاش الا بتاع البهايم ضروخر. انا اللي كنت فاكرك هتحلي لي مشاكلي وتخلصني من الديون، تقوم تغرقني؟ محسوبك خبير في البورصه يا بيه، ده عمره في السوق بحاله يا بيه، مش ده كلامك؟ تصدق يا بيه انا عمري ما شفت نحس زي نحسك ده. يا ممدوح بيه انت حظك وحش، هنعمل ايه؟ 5 ريال في الانطار ده عمره ما نزل عن 3 ريال. طيب والعمل دلوقتي؟ انا عايز فلوس ضروري. وانا تحت امرك. طيب شوف لي مشتري للعربيه. انهي عربيه؟ العربيه بتاعتي. وسيادتك هتركب يوم مار. لا اصلي الدكتور نصحني بالمشي كتير، قلت ابيع العربيه. وماله يا بيه؟ الو، ايه يا ماكس عملت ايه؟ كل الكميه اتباعت؟ برافو، كنت متوقع كده. اي كميه كبيره تنزل السوق لازم السعر ينضرب. المهم السعر نزل امتى؟ قبل ما تبيع؟ صح، انت ليك عندي هديه ظريفه يا ماكس حقيقي. يا راجل ما تقولش كده، يا راجل ما تقول ده، انت خدمتني كتير يا ماكس. هفوت عليك بالليل. اوروفوار، مع السلامه. القطن وضربناه في البورصه. العربية واشتريناها، ما فضلش غير العزبة. يا ممدوح بيه كنت عايزاني اعمل ايه؟ هتحبس ولا السنة لما تحصل فضيحة وحاجتي تتباع بالمزاد العالمي؟ انت اللي اهملت في الارض، ما كفاكش استهتارك بنفسك ومستقبلك. الجوازة اياها وسبت الجامعة، في ايه اكتر من كده؟ وكمان بعت العربية، مش ناقص كمان الا تبيع الفيلا. وش عرفك اني مش هبيعها؟ اتجننت؟ بالعكس انا عاقل قوي. دي فضيحة، الناس يقولوا علينا ايه؟ عيلة حيدر بقوا مشحتين وبيبيعوا املاكهم. ولما انت عارفه كده ليه ما وقفتيش جنبي؟ ليه؟ ولا كل اللي تقدري تقدموه لي شويه نصايح؟ لا طلعت ولا نزلت. انا مش بنصحك يا ممدوح، انا بحذرك، الفيلا دي مش هتتباع. ابيع ما بيعش، انا حر. ممدوح، ممدوح انت اخويا وانا عايز اصلح اللي انت كسرته. ممدوح اذا كنت عايز فلوس انا اديلك. اديلي؟ تديلي كام؟ اللي انت عايزه. اللي انا عايزه، اللي انا عايزه كتير كتير قوي. انا جوان اللي انا محتاج لك فيه دلوقتي ألفت. يبقى يهرب المره دي كمان؟ اهو الاستاذ عادل المحامي سافر بنفسه ومش راجع من العزبه الا ما يسلموا الانذار في ايده، يا يدفع يا يتحبس. ما كنتش متصوره ان ممدوح يعمل كده، حتى ابنه ما يسالش عليه.
للدرجه دي بيكرهني؟ يتفلق. طب ده حتى الاستاذ عادل المحامي بيشكر فيكي قوي، باين عليه معجب. ياما انا قلت لك ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، انا مش هتجوز. ماله يا بنت الاستاذ عادل المحامي؟ طب ده حتى بيشوف لنا شغلنا وحاجاتنا كلها. اما انت حره، خليكي قاعده كده ان ما ربيتك يا ممدوح. وايه اللي خلاك في السلمه؟ انا مش منبه عليك تقول لهم البيه مسافر؟ يا سعاده البيه، انا ما فهمتش حاجه. كان معاهم واحد افندي حاوط كده قوي، هو اللي دبسني ومضاني بالاستلام، وقال لي لما يجي البيه بتاعك يبقى الدهول. على العموم مش مهم، لازم نتصرف. انا خلاص زهقت. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، هتجيب منين 5000 جنيه؟ ده الدقايق رايحين جايين على العزبه يا بيه، والعربيه راحت خلاص. طيب اسمع. نعم. وقف انت على الباب وما تدخلش حد، فاهم؟ حاضر يا بيه. الو، اثبت عاصم، اديني رأفت. انا ممدوح. اهلا ممدوح. لا ابدا، بس مش فاضي. لا، وحزعل من ايه؟ ارجوك يا ممدوح، مفيش داعي ان احنا نتكلم في الموضوع ده تاني. يا رأفت، انا محتاج مساعدتك. اذا ما دفعتش 5000 جنيه المؤخر هتحبس. ايوه، والناس دول مش عايز تبقى ليا بيهم اي علاقه خالص بعد كده. بصراحه ممدوح ما اقدرش اديك المبلغ ده لانك مش هتقدر تسدده. ترهان لي ايه؟ ما انت رهنت كل حاجه، فاضل ايه ترهانه تاني كده؟ طيب يا رب، أشكرك يا رفض، أشكرك. يوسف. نعم يا بيه. اسمع يوسف. نعم. أعمل لي إعلان في جورنام. أنا قررت أبيع الفيلا والعزبة، أسدد ديوني وأدفع المؤخر وأخلص. هو ده اللي كنت منتظره. أخيرا ممدوح بيه قرر يبيع العزبة والفيلا، وطبعا مراد بيه هو اللي هيشتري. انت تسافر دلوقتي قبل ما حد يسبقنا. هعمل لك توكيل تشتري، اشتري بأي تمن، فاهم؟ طب والعمولة اخبارها ايه؟ اللي انت عايزه. تعجبني يا مراد بيه. ده الوقت اللي كنت منتظره يا ممدوح بيه.
يا ست ألفت انت مش عجبان، ده انت في عز شباب، ده انت وردة مفتحة، والحب ممكن يرويك وينورك. اخرجي للدنيا، ده انت مكانك في احلى جنينة. ممكن تفهمين انت ساجنة نفسك كده ليه؟ يلا يا حبيبتي قومي شمي نفسك شوية. بس ابي رأفت. ماله رأفت يا ستي؟ ها متحججة بيك يا سيدي ومش عايزة تخرج. رأفت ارجوك خليها تخرج شوية تشم شوية هوا. وانا متأخر؟ مدام نجوان قالت تخرجي يبقى لازم تخرجي. يلا يلا يا حبيبتي قومي غيري فستانك ده ولا اخرجي بيه زي ما انت عايزة، ولو عايزة دادا عطيات معاكي انا ما عنديش مانع. يلا حبيبتي. رايحة فين؟ أنا كنت بتمشى. ألفة أنا محتاجة لك. مفيش داعي للكلام ده. ألفة أنا ما عملتش حاجة عشان يحصل لي كده. أيوة ألفة أنا مش عارف أتصرف إزاي دلوقتي، ومش عارف. أيوه أنا في دوامة تايه. أنت اللي ضيعت نفسك. روح يا ممدوح ارجع لمراتك وابنك وانساني خالص. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، ده أنا ضيعت نفسي عشانك أنت، واللي باقي مني باقي علشانك انت برضو. انت الامل اللي باقي لي يا ألفة. امل لكن مجروح وانت اللي جرحته. ما اكدبش عليك يا ممدوح، مش سهل اني انساك، لكن مش سهل كمان اني ارجع لك زي ما كنت زمان. عن إذنك ألفت بلاش كسل وتعالي معايا، خليه مشوار بالمرة. قلت لك عندي صداع يا رأفت، فعلا مش قادر. خلاص يا ستي على راحتك. ناوي تتأخر في طنطا؟ حسب الظروف، أنا عاوز تقاوس ماد ومش عارف حلاقي اللي أنا عاوزه ولا لأ. سلام يا روح. سلام يا رأفت. الصداع لسه؟ طبعا عشان ما نمتيش طول الليل. أحوال ممدوح مش عاجباني أبداً يا دادا. يعني مفيش أي طريقة تخرجيه من البلوى اللي هو فيها دي. طريقة إيه؟ ده عليه أكتر من 30,000 جنيه، حتى العزبة ناوي يبيعها. طيب ما تشتريها أنت يا ست نجوان. أشتريها؟ أشتريها منين؟ عشان أشتريها لازم أبيع كل اللي ورثته من بابا، حتى في الحالة دي أبقى ما عملتش حاجة. المبلغ اللي هجمعه ما يجيبش تلت تمن العزبة. يعني خلاص عزبة زي دي تساوي 50,000 جنيه تضيع بتراب الفلوس. مش قادرة ساعده يا دادا، أعمل إيه؟ مش بإيدي، غصب عني. إيه ده؟ للعربية بتاعتي. ايوه ساعة البيت. وده مين ده اللي نازل مين؟
اجري بسرعة افتح الباب. حاضر يا بيه. ممدوح بيه موجود؟